Salam alaikum, je m'appelle Mohamed Mnbi, j'ai 22 ans, je poursuis mes études en deuxième année master en génie système et réseau de sécurité et je voudrais bien gagner, couvrir ce grand événement. Depuis mon enfance, j'étais intéressé par la nouvelle technologie, ses actualités et surtout la sécurité. Et pour cela, j'ai créé un site web où je partage mes connaissances, devzalsat.com, telles que la rédaction des actualités, les explications des trucs système et comment utiliser les programmes et sites. Ok. من تصدر قال لي العمل اللودينغ والكريي للاكونت هذا الاكونت يمكنك الدخول اليه على هذا الجهاز في اي مكان في العالم عليك الكتابه كولدو والدخول الى الاكونت الخاص بك دي زيبيزود بور ديسكوتي دي سيجي تكنيك اليوم سنتحدث عن كيف تحمي نفسك من الاختراق المتقدم ان سالته بعض كيف احمي نفسي من اختراق سيقول لي قم بتثبيت انتي فيروس جيد او سيقول لي معلومه جميله جدا لا تقبل اي شيء من اي شخص طبعا معلومه جميله في مجال الحمايه لكن ماذا الاخبار ان هناك ثغرات تدعى بالبفر اوفر فلو وعيوب البرمجه اي لا كوفيرتور دي تكنيك اي كونفرنس في تطورين التطور الاول انه في الواجهه الرسوميه التي اعطوها اسم المترو اعطوا واجهه جديده هذه الواجهة أتت بمربعات براقة جميلة جدا ستعتادون عليها بالنسبة للأشخاص الذين يعتادوا على الإكس بي فيستا 7 وداعا كي داز الحمد لله داز مزيان سافتي شي حاجة سافت ضروري باش فوتيو عليا ما عليكم الا تدخل موقع reporter.azitech.ma تختاروا توت لي بارتيسيبون محمد النبي فوغ لو فيشي دو ريبورتور وفوتي بور موا تنشكركم السلام عليكم